إلى المدارس. تستعد مدارس منطقة سكنية في شمال اسكتلندا لاستقبال ثاني أكبر عدد من التوائم في بداية العام الدراسي الجديد. هايد مركزة بالخبر. وسوف ترحب منطقة إنفر كلايد ب 17 زوجاً من التوائم يوم الجمعة المقبل. تقرير لموقع سكاي البريطاني أشار إلى أن المرة الأولى لاستقبال أكبر عدد من التوائم كان عام 2015 عندما استقبلوا 19 توأماً. واجتمع الطلاب في مدرسة سانت باتريك الابتدائية لإجراء بروفا بالزي المدرسي قبل يومهم الأول. وبذلك يرتفع عدد التوائم في إنفر كلايد إلى 147 بمتوسط قدر 13 توأما سنويا. حلوين. التوائم حلوين. أنا عندي توأم بس ما يتشابهون. بس والله بينهم يعني بينهم تخاطب رهيب ويفهمون بعض. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.